تربعت دلما روسيف على عرش الرئاسة البرازيلي لتصبح أول امرأة تتولى قيادة هذا البلد العملاق الجنوب أمريكي خلفا للرئيس المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. رئيسة البرازيل الأربعين الجديدة انتقلت إلى القصر الرئاسي حيث سلمها الرئيس السابق لولا الوشاح الرئاسي في قصر الرئاسة بوسط العاصمة برازيليا. وأقسمت الخبيرة الاقتصادية ذات 63 عاما والناشطة المتمردة السابقة اليمين على الدستور البرازيلي أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات الأجانب الذين تجمعوا في مقر البرلمان. المرأة الحديدية والستينيه اليافعة طموحا شغلت المركز 16 على قائمة فوربس العالمية لأكثر الشخصية نفوذا في العالم بعد أسبوع من فوزها في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي. المناضلة اليسارية السابقة تعهد باستئصال البؤس والفقر في البرازيل، ثامن أكبر اقتصاد في العالم.